ندخل دلوقتي سوبر ماركت يعني كبير في اليابان ونشوف يبقى ايه المنتجات اللي موجوده فيه اصلا. يعني هنا هنلاقي في خضار مثلا قدامنا كمثرى عامله زي التفاح، المشروم ده برضو جربته كويس، كرنب المطول ده كرنب مدور زي اللي عندنا بس صغير زي استفندي. هنا بحمر، يا نهار ازرق، هنا بالاحمر غالي قوي، الموز عندهم رخيص. 30 برشومة. اتكلمنا عن الخضار والفاكهة في اليابان بشكل عام، الخضار متاح يعني في تشكيلة حلوة قوي بس وسعره كويس. الفاكهة هي اللي فعلا قليلة وسعرها غالي. اعتقد دي نودلز بالخضار. علبة التوفو دي مثلا ب 42 ين، 42 ين يا جماعة، يعني بيتكلموا مثلا 15 جنيه. ويعملوا منها اكل كتير قوي. حاجات زي النودلز دي تقريبا هول جرين، معرفش بيعملوا ايه الزبادي والخطيب بصراحه. يعني بعدين جبن، بعدين لانشونات، في جبن نستو برضو، دي باتر، زبده وسمنه، دي حاجات بقى برضو سلطات اللي هي داخلها مثلا مايونيز والكلام دوت. غالبا يعني هتلاقي فيها حاجة خفيفة يعني. عندهم بصراحة فرايتي رهيبة في موضوع السناكس ده، يا بيت تاكل عيش ما تاكلش من العيش ده عشان فيه خفيف. هنا المكرونات كانت حاجات عادية يعني. عندهم برضو الاوبشن بتاع الهول جرين is my favorite. نوتيلا بقى والذي منه، بينات باتر، حاجات عادية، والسيرب، صوصات بقى اللي هو ايه، او بيت مش هعرفها. يعني بتفكر ان اي صوص اسود ده يبقى صويا صوص؟ لا خالص، قمة الجهل. نودلز، حاجات بقى يعني تحس ان هي ادفانسد ليفل شوية. ده برضو ممكن يكون نوع من انواع السمك المجفف. دمية ده ولا فلفل؟ اخيار. والله ما عارف ايه ده. تونة، في حاجات ماكريل. من ناحية الأكل لو جيت اليابان متقلقش على نفسك، هتلاقي كل حاجة. كمان حتى المطاعم لو أنت مش هتطبخ أو كده يعني، المطاعم كمان في مطاعم كتير أوي حلال.